السلام عليكم الناس الكل، صباح الخير، مرحبا بكم على صفحة حمص نادي. ثم موضوع أنا وصلني لحقيقة من عند برشا عباد، موضوع الشوكولاتة هذه مايسترو اللي يجيبوا فيها من القطر المجاور، باش ما نذكرش البلاد واحد كل شيء. الحكاية أنا ما صدقتهاش الحقيقة، قالوا لي فما شكون وصل أصل لحل الستيكة بتاع الشوكولاتة النوعية هذه وبعث هالي مش ما صدقتش، أنا حبيت نشوف بعيني ونشوف الموضوع هذا بالضبط. دونك تعديت خديت باكو شوكولاتة مايسترو هذا كما تشوفوا فيه مايسترو بالنوازات، يبيعوا فيه ب 3800، سو معناتها مقبول. مقبول كي تبدا شوكولاتة مايسترو، خاطر الناس الكل نعرفوا انه شوكولاتة مايسترو شوكولاتة تونسية بنينة، تعرفونا على الاخر. قلت خليني نجرب شوكولاتة مايسترو، نهز نشري باكو نروح بيه للدار ندلل بيه روحي في القيلة ونشوف الموضوع هذا نتاع الشوكولاتة هذه شنو بالضبط قدام الناس الكل وعلى المباشر معناتها. خذيت باكو شوكولاتة روحت بيه وهاو مازال مسكر كما تشوفوا فيه مايسترو، هذايا معناتها جايبينه معناتها من القطر المجاور مهرب، كيفو كيف الحليب، كيفو كيف الزيت، السكر، الروز، الجبن، برشا حاجة، البسكوي، برشا أنواع نتاع حاجات يجيبوا فيها. احنا يساعدنا كمواطنين معناتها نشرو حاجات كيما هكا ورخيصة، أما كي تبدا بديك كاليتي باهية وتبدا حاجة ممتازة على الأخر. أما اللي ريت وصلني على الشوكولاتة هذه هو حاجة ما تصدقش، دونك حبيت نجربها ونشوفها معناتها قدام الناس الكل. وهاني باش نحل باكو الشوكولاتة هذه قدامكم الكل باش تشوفوا مع بعض. كيما شفنا هذه ها هو باكو نوازيت، شوكولاتة مايسترو نوازيت، باش نحلو ونشوفوه مع بعضنا شنو اللي فصلو. هذا على فكرة راهو نحب حاجة قبل كل شيء، اللي يبيعوا راهو ما عندهمش حتى دخل، هما بيدهم باري مغشوشين فيه معناتها، يشروا فيه بسوم غالي ويبيعوا فيه بسوم غالي، هما بيدهم ما يعرفوش شنو اللي فزت ويشروا فيه وما يعرفوش عليه، معناتها مش في بالهم شوكولاتة مايسترو معناتها العادية نتاعنا اللي نعرفوها الناس الكل. كي تحلوا هاو الشوكولاتة اللي فزتوا شنو هي؟ هذه الشوكولاتة اللي فزت الباكو، هاو قدامكم الناس الكل، هذه شوكولاتة اسمها الباهية. باهية وهي ماهيش باهية حتى طرف معناتها، فهمتني؟ باهية متنكرة معناتها في وسط المايسترو. هاكم تشوفوا معناتها كاليتي خايبة على الأخر. الباري معناتها هذيك الشوكولاتة عرفتوها كي الشوكولاتة تتلبط هذيك اللي كنا قبل نشرو فيها بنية فرانك في الصباع هذيك اللي يبدا طويلة مربعات باكو أصفر يبيعوا فيه ب 100 و200. ها هاي شوكولاتة، شوكولاتة الباهية في باكو مايسترو من برا، يعني كي تشوف الباكو من برا مايسترو تقول هذايا معناتها مايسترو ولا يا رخيص خلينا نشرو منه معناتها نجيبوه جاي معناتها مع من القطر المجاور، فهمتني؟ وهي شوكولاتها كيما تشوفوها هي نوعية وكاليتي خايبة على الآخر. هنا تبقى مصدوم معناتها علاش يعملوا كيما هكا الغشة هذه ما فهمتش شنو. أنت كي عندك شوكولاتة باهية كيما هكا مو على الأقل عمل لها أمبلاج باهية وبيعها باسم الباهية، مش معناتها تبيعها باسم مايسترو شركة عالمية كبيرة ياسر معروفة شوكولاتة بنينة الناس كلنا عارفوها، باش تبيع فستها نوعية نتاع الشوكولاتة كيما هكا ما تسويش حتى 500 فرنك، يبيعوا فيها ب 3800. هما كيما كنت نحكي لكم اللي يبيعوا ولا الشركات ولا الناس اللي تجيب فيها هي ما عندهاش حتى دخل، هما بيدهم مغشوشين فيها خاطر يشري فيها ستيك امباليه مسكره ما يعرفش شنو فستها، ماشي في بالنا ان هي مايسترو لكن هي ماهيش مايسترو. والا انت كي تحب تضرب الشوكولاته مايسترو وما اعمل شوكولاته تشبه المايسترو، حاجه بنينه هكا كيما المايسترو من داخل المايسترو، اما هي ماهيش مايسترو باش تبدا على الاقل حكايه مريقله معناتها، ما مش تجي تصنعونا في شوكولاته مايسترو من داخل تلقى الشوكولاته الكاليتي هذه مربعات مربعات ما فيها حتى شيء معناتها، فهمتني؟ حتى الكاليتي نتاعها خايبه ما نعرفش. هذا هو دونك حبيت ان نوريكم معناتها الموضوع هذا باش يبدا في بالها الناس الكل وتعرفوا معناتها شنو باش تعملوا وتحتاطوا من الموضوع هذا. وشكرا ونهاركم زين الناس الكل.